كابتن عادل، الالف مبروك. فوز صعب في توقيت صعب، بس البطوله ما كانش هيبقى ليها معنى بدون تاهل الاهلي للنهائي. اكيد طبعا، يعني الاهلي البطوله معموله او البطولات بتتعمل عشان الجمهور، واي مباراه بدون جمهور ما بتبقاش مباراه جيده. المضمون اللي هيجي لك جمهور مين؟ النادي الاهلي، ده طبيعي. لكن خلينا نتكلم على مباراه الرغم. يعني انا من وجهه نظري رغم الظروف الصعبه للاهلي فانك فزت النهارده، ورغم الاجهاد الصعب للاهلي برضه فزت، ورغم عدد المباريات الصعبه للاهلي انت فزت، تمام؟ فلما تكسب في وقت زي ده بالطريقه اللي انت كسبت بيها، بغض النظر عن جوه الملعب، انا مش دعوه بجوه الملعب، انت يجي عليك اوقات انت عايز تكسب، صح؟ اوقات صعبه عليك فيها كل الامور العكسيه بالنسبه لك، فرقه مريحه، مسافره قبليها، عامله معسكر اسبوع، مرتاح، بتلعب عليك مباراه وانت جاي من سفر، انت ما خدتش على النومه اللي انت نمتها كاوتيل، خلي بالك يعني دي حاجات محدش واخد باله منها. الانسان لما بيغير النومه من نومه النومه النومه النومه، خلي بالك دي بتعمل عنده ارق. رغم هذا فانت فزت بالمباراه. خلينا نتكلم على انك انت بتتكلم على السوبر المصري بره. انا مش بتكلم كده لانتمائنا للنادي الاهلي، انا بتكلم كده لانتمائنا للكره المصريه. الكره المصريه محتاجه حاجه مهمه، الكره المصريه محتاجه ان اعلان عن مباريات السوبر او نهائي السوبر المصري لازم يبقى قوي. فانت لما تيجي يا كابتن ايمن تشتغل وتكسب المباريات بالشكل ده، انت فاهم يا كابتن؟ لما تكسب المباريات، لما تلعب السوبر. هكمل ولا ايه؟ كابتن شريف قلب مشجع. قاعد يصور. بصور عادل وهو بيتكلم مبسوط يعني من الحوار يعني بتاعه قوي. يعني بص يا كابتن، انا سعيد جدا من حاجه، من انك انت النهائي هيبقى في جمهور للكره المصريه وليس للاهلي بس. ايوه. يعني انا لما العب المباراه الاولانيه، مع احترامي للفرقتين، ما كانش فيها الا يجي 300 واحد. انت عارف كده؟ انا عرفتهم. انت عارف؟ لا انا مش، انا مش بتكلم، مش بعيد في اي حاجه. لا لكن طبعًا انا بكلمك طبعًا على واقعيه. بتكلم على اسم النادي الاهلي. لا وبكلمك على واقعيه، انا بجيب لك من سجلات الملعب اللي كانوا فيه. الملعب طلع قال ان عدد الحضور 300. فانت لو جه النادي الاهلي ما لعبش الفاينل، انا بتكلم لمصر بقى، هيبقى 300 400 فاينل كاس سوبر، هيتنقل في كل حته، الناس كلها تعرف، ما تبقاش كويسه. صحيح. في تاريخ الكره المصريه. رغم هذا احترامي للفرق واتمنى كل الفرق تكسب، لكن انا بكلمك ان النادي الاهلي هينجح اليوم، هينجح البطوله، هيكمل نجاح البطوله، عشان احنا، انا يعني دائما اقول لك حاجه، احب الزمالك يروح يلعب معانا في الامارات، لان في برضه عنده عدد من الجمهور كافي، مش زي الانديه الاخرى. أيوة. خلينا نبقى واقعيين. أيوة. مثلا ممكن يكون مش عدد النادي الاهلي ومش جمهور النادي الاهلي العريق الكبير، لكن برضه جمهور نادي الزمالك عدد كويس. أيوة. يعني ينجح برضه، ينجح، بس ينجح مع النادي الاهلي. تخيل انت لما بتتفرج على مباريات اهلي وزمالك بره بتلاقي الملعب مقفول، رغم ان الاهلي اهو بيلعب النهارده الملعب مقفول، والماتش الفاينل الملعب هيبقى مقفول. فانت سؤالك كابتن ايمن انه هل النادي الاهلي لو مش متواجد في الفاينل هيبقى نجاح للبطوله؟ انا بقول لك لا. وانا بقول طبعا، يعني علشان كده انا اتمنى الفكره بتاعت السوبر جميله وكل حاجه، بس يعني بلاش نلعبها بره لو هي السوبر. أيوة. تلعب بره، العب مباراه واحده، ما تلعبش عدد من المباريات، عشان هتلاقي في تفاوت في الجمهور. في تفاوت في رؤيه الناس للمباراه. أيوة. لما تتخيل يا كابتن ايمن استاد كامل مليان، والماتش ونفس، انت بتلعب قبل نهائي هنا فيوتشر وبيراميدز، وقبل نهائي اهلي وسيراميكا، انت بتعلن على الكره المصريه. صح. تخيل هنا الجمهور قد ايه وهنا قد ايه. انا اقول لك
لو انت هتعمل مباراتين سوبر زي كده لازم يبقى الزمالك موجود فيها. الزمالك ياخد فرقه والاهلي ياخد فرقه ويلعبوا بعض في النهائي، بمعنى ان هو ده يلعب عشان اضمن جمهور. انا بتكلم للكره المصريه مش بتكلم لحاجه اخرى. اما بالنسبه للمباراه فانا سعيد جدا ان احنا كسبنا في ظل الظروف الصعبه اللي احنا فيها دي. وبعدين البطولات لما بيجي نتكلم على تاريخها وبنتكلم على اعدادها احيانا ما بنتكلمش على تفاصيلها، بنتكلم على الرقم. احنا محتاجين السنه دي نبدا باول بطوله، بطوله السوبر زائد البرونزيه اللي مجننه الناس دي كمان انت واخدها. انا مش عارف ليه مجننة الناس، لان انا اصلا انا هتجنن. يعني انت بتعيرني ان انا بلعب في كاس العالم للانديه. يعني هو يعني انا هتجنن يعني. مش هيستاهلوا رد اكتر من اللي احنا قلنا. لا انا بص يعني انا شخصيا والله لو فرقه مصريه راحت وخدت الثالث هفرح لها. بس الاول يعني ياخدوا كاس افريقيا بجد. اي فرقه في مصر انا اقول لك على حاجه، هم لو موجودين معانا في البطوله دي كانت هتبقى شكلها حلو اقوى. السوبر طبعا السوبر المصري انت بس انت بتتكلم على مين؟ اتكلم على بتكلمش على حد عن اي حد. بتتكلم على فلومينينسي البرازيلي. انا بتكلم على فلامينجو الابيض. لا انا فلامينجو الابيض. انا بس عايز اقول حاجه، هم لما بتبقى احنا مش ضد حد ولا، انما لما بيبقى في احتفاليه كبيره وبيبقى وانت بتيجي تاخد السوبر بقى شكلك حلو قوي. تقعد سنه كده. لا بس ما فيش شك، خلينا كابتن ايمن خلينا نتكلم بمنتهى العقلانيه. انت لما تيجي تتكلم على الكره المصريه طبعا انت بتحط الاهلي، لازم تحط كمان الزمالك بعدين. ده ينجح البطولات، الشكل بيبقى كويس، بيبقى فيه تحدي. انت برضو خلي بالك، هو الزمالك معاقب في البطوله دي لان هو السنه اللي فاتت انا فاهم ما رضيش يلعب. بس هو مع يعني مع احترامنا للانديه في مصر كلها، احنا بنتكلم على الانديه الجماهيريه، يعني اهلي، زمالك، اسماعيلي، كان منصوره، كان محله، كان مصري، اتحاد. الاتحاد. انا بكلمك على كل الانديه اللي هي جماهيريه، ودي كره القدم اللي طول عمر كرة القدم. كرة بدون جمهور ما صحيح كابتن. يعني الدوري الانجليزي، حلاوة الدوري الانجليزي في ايه يا كابتن؟ ان كل الفرق ليها جمهورها. بلا احنا كنا كده، الدوري المصري كان كده. بورسعيد كنت تلاقي جمهور، اسماعيلية تلاقي جمهور، منصورة تلاقي جمهور، محلة تلاقي جمهور. كل الحاجات دي اتمنى ان الاندية دي ترجع، لان هي الاندية دي اصل الكرة في مصر. صحيح. مش الشركات دي كلها. صحيح.